عايز اقول لك على حاجة يا عائشة. قول يا غريب. قلبي موجوع. موجوع قوي. عائشة، أنا بحبك. بحبك قوي. تعرفي لما ببقى قاعد مع حالي بحس إن أنا توحشتك قوي. إحنا مش قلنا هنقفل كلام في الموضوع ده لحد ما تبطل جري؟ ولا نسيت يا غريب؟ ما نسيتش. وعمري ما انسى حاجة بيناتنا. العمر كله يا عيشة. أي وعد هوعدهولك لازم أنا أوفي بيه. بس اطمني، خلاص من الليلة كل حاجة هتخلص. الطار اللي كان متعلق في رقبتي من سنين النهارده هيخلص بسرعة كده. وأنا إيه اللي هيأخرني؟ وأنا ما صدقت لقيتك. طب وافرض يعني بعد ما عملت كل ده أنا ما وافقتش؟ ما أظنيش. قلبي بيقول لي إنك هتوافقي، وعينيكي كمان. بس الموضوع مش سهل قوي كده يا غريب. عارف يا عائشة، عشان كده عايزك تاخدي وقتك براحتك، بس بشرط. شرط ايه؟ تديني أمارة. أمارة واحدة بس. قلبي عندك يا حسن، ما كنتش أحب أبداً إنك تتحط في الموقف ده، عشان أنت طيب وقلبك أبيض. ولا أنا والله يا عمي، بس ده حق مراتي ولازم أخده، على الأقل عشان أحس إني أستاهل أعيش، عشان لما أقابلها عند ربنا أعرف أبص في وشها وأقول لها إني حاربتها عشانها. ربنا يقويك على همك يا حسن، ولو احتجت اي حاجه انا في ظهرك ما تقلقش، وابعت لك رجاله وسلاح كمان. كله موجود يا يحيى، ما تشغلش بالك يا واد عمي. انا كلمت عزيز وكمان رجاله الدار كلهم على وصول. ربنا يجعلنا دايما في ظهر بعض يا يحيى. طيب يا حسن، احنا مضطرين نمشي دلوقتي عشان ياسمين اختك اتصلت وبتقول ان في مشكله حصلت في المجموعه. روح وانت قلبك مطمن يا عم. اشوف وشك بخير. شد حيلك يا حسن. رجع لك تاني يا حسن. سلام يا يحيى. سلام يا فارس. ايه اللي عمل دلوقتي يا فارس؟ هتطلع ترتاح لك شوية، وأول ما تفوق ربنا يحلها. أرتاح؟ مبقتش عارف أرتاح يا ابن عمي. ثم رحمة لسه حقها ما جاش. أنا مبقتش أتغمض. الراحة مبقتش مكتوبة ليا يا فارس. ما توجعش يا قلبي يا واد عمي، أحب على يدك. طب تعالى ناكلوا لنا لقمة. لا أنا مش جعان والله. طب أنا جعان والله. كل أنت بالهنا والشفا. يا حفير، بيجي بعد ما وقفتي جنبي في كل اللي فات، جايه دلوقتي وعايزه تهمليني عشان زي ما قلت وقفت طول العمر انا وامي جنبك. ده انا عمري ما بعتك، طول عمري قلبي عليك، على اسمك ومصلحتك وصيتك، لحد ما بقيت موسى الجلاد اللي الكل بيخاف منه. موسى
اللي كنت باخد جوتي من جوته دلوقتي بيجي جليل الحيلة ومغلوب على أمره؟ أستنى ليه؟ لحد ما أموت معاك؟ ما بكيتش موسى اللي أنا ربيته. موسى اللي أنت ربيتيه زهق وتعب من الدم ومن الموت. عهد، أنا قلبي شاف النور. عهد، بعد ما كنت فكرت إنه خلاص مات، عايز أعيش من تاني، عايز أعيش من أول وجديد، عايز أعيش في النور زي ما كل الناس ما هي عايشة، عايز أعيش حر مش أجير عند اللي يدفع. صدقيني عهد، أنا مش قليل الحيلة ولا مغلوب على أمري زي ما بتقولي، لا، الحكاية وما فيها إني أول مرة أحس إني إنسان. إنسان يا عبد. ما دام أنت اللي اخترت، ده أنت رحت برجليك، محدش دل عليك، يبقى حلال. حلال على العطارين دمك. معتصم، عايز اعرف فين طريق موسى بالظبط. الجبل ملوش اول من اخر يا حسن، وموسى مش قاعد هنا في النجا، موسى واخد بيت في حضن الجبل، محدش يعرف له مكان. هو انت مش قلت لي ان هو ورجالته بينزلوا السوق اللي في النجا؟ يعني قصدك نكتره؟ مفيش حل تاني يا معتصم. ماشي، سيب لي الموضوع ده واجيب لك اخبار. الموضوع ده بالنسبه لي حياه وموت، فاهم؟ موسى ده قتل مراتي وطرد اخواتي وقتل منهم شباب زي الورد، اللي زي دوت لازم يموت بأي شكل. أنا معاك في اللي تطلبه يا حسن، واللي يخص العطارين يخصني. ده وقدود، وأنا أكلم إخواتي في الدار، لازم يجوا يبقوا معايا. وأنا هبعت أجيب سميح، يمكن يعرف حاجة عن موسى ورجالته. سميح؟ إحنا زي ما فكرناش في كده من الأول. ابعت هاته بسرعة يا فارس. لا، أنا ست أحب أفهم كل حاجة. أنا مش داخلة أتسلى يا نوح، أنا داخلة عشان أعمل اسم ومكسب. طيب، لا، لما أشوفك نبقى نكمل كلام. مع السلامة. كنت عايزاني. يا حبيبتي، أصل عزة طلب إيدك وأنا وافقت. طيب هفكر. إيه هفكر دي؟ تفكري في إيه؟ أنتوا مش تعرفوا بعض كويس؟ يا ماما نعرف بعض كويس، بس أنا معرفش طبيعة مشاعري ناحيته عاملة إزاي. مش ممكن نبقى صحاب بس؟ أنا مش عايزة أتصرف، فلو سمحتي خليني أفكر ولما قرر هاجي اقول لك. لا، انت لازم تسمعي كلام امك لا تندمي. وافقي وفكري بعد الخطوبه، ولو لقيتي نفسك يا ستي مش مرتاحه نرجع زي ما كنا. طب وفرقت ايه بقى يا مامي؟
الدبلة يعني هي اللي فرقت؟ طب أنا بخرج وبتكلم معاه كل يوم. الله، الولد بيحبك وشكله حلو وابن عيلة. أنا مش فاهمة أنت عايزة إيه. بشرط كمان هذا الشرط أفند تغيري لي العربية. ومال عز يغير لك العربية؟ عز؟ آه، يجيبها لك هدية خطبتك يا حبيبتي. معتصم والرجالة اتأخروا كده ليه ها؟ ما تأخروش ولا حاجة يا حسن، الغياب حجته معايا، وبعدين سميح ساكن في طرف البلد يعني زمانهم جايين. طيب يا اخويا كلمهم بقى، شوف ايه اللي حصل لهم في الطريق ولا اي حاجة. اهم جم اهم. واحدة واحدة يا حسن. ايه ده يا معتصم؟ انا قلت هاتوه مش روجوه. محدش لمسه يا عمده، احنا روحنا لجناه جديد. مالك يا سميح؟ ومين اللي عمل فيك كده؟ موسى ورجالته. تلاقيه ملعوب من ألعيبك انت وهو. استني بس يا عيشة، سيبي حسن يستفهم منه. اللي حصل يا سميح؟ موسى ورجالته كانوا بيراقبوني، عرفوا انه جات لكم هنا في الدوار، افتكروا انه خبصت عليهم. يعني انت عارف مكانه ها؟ هما لما سألتك اتمنعت ليه؟ انا فعلا ما كنتش اعرف مكانه، لكن هما افتكروا كده. ودلوك تعرف مكانهم ولا لساك برضك ما تعرفش مكانهم يا سميع؟ انا فعلا ما اعرفش مكانهم، لكن اعرف اللي يدلوكوا عليه ويجيبه لكم لحد هنا. مين يا سميع؟ مين؟ الست عيشة. عيشة